24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصوره عاد وعدنا واحد النوع من المواطنين يشكون في كل شيء سامحهم الله إذا كان عندنا مؤسسات نخليوها المؤسسات تخدم اللي يبغي يشك يشك بناء على معطيات مؤكده ماشي الشك من اجل الشك الان عندنا بحث افضى الى نتائج يمكن داك الشيء ما يكون صحيح ولكن لا بغيت نقول ماشي صحيح خصني تكون عندي يعني نتائج بحث يعني معقول في مستوى البحث الذي اجريا اما غنشكو هذه الشك وحتى يعني الاخرون يشكون في هذا الذي شكا